برج العقرب الخطير العنيف طيب القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش في البداية يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. أولا ما تنسوش سبسكرايب بليز ولايك وشير وندعم القناة وتدعموني ومش سي مقدما. برج العقرب، ما فيش خلاف على أن برج العقرب برج خطير، هو أخطر الأبراج، بيمثل خطورة لكن مش طول الوقت. هنعرف ليه برج العقرب خطير، واكتر ما هتعرفوا الفيديو ده. اول ما يخلص الفيديو ده ان شاء الله هنزل لكم على طول الفيديو تاني بيتكلم شويه عن برج العقرب من جوه، يعني هتحسوه بقى، هيبين ليه هو خطير، فاستنوني. نتكلم بقى على الصفات العامه لبرج العقرب. اولا برج العقرب شخصيات، برج العقرب شخصيات جذابه جدا شكلا وقالبا، قلبا وقالبا، يعني شخصيات عيونهم حلوة، كله الاتنين الذكر والأنثى عينيهم جميلة. الست بتلاقيها ست متفججة الأنوثة، أكتر أنثى تقريبا بين الأبراج كلها أنثى برج العقرب، أنثى أنثى يعني. والراجل بتلاقيه كمان راجل شكله حلو، يعني بادي بيلدينج كده وعضلاته وأمور مميز، وعينيهم نظرة عينيهم دايما مميزة، يعني تعرفه نوعا ما من شكله. لو ما عرفتوش من شكله هتعرفه من لسانه ومن أسلوبه الساحر، اسلوبه ساحر جدا ويعني اسر للقلوب، اسلوبه لطيف وناعم، ناعم جدا. هو برج ناعم اساسا، مش طف كده، لطيف وكلامه حلو ولسانه جميل جدا، هيأسرك على طول، هيخليك تحبه على طول، بس هو مش هيحبك على طول. برج العقرب جدع جدا 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 مع اصحابه، وجدع وواقف بكل قلبه مع الحق، مش ظالم ابدا، وبيكره الخيانه ومش خاين ابدا على فكره. برج وافي جدا ومش خاين وبيكره الخيانه، وهيقف جدا جدا مع اصحابه لان اصحابه غاليين جدا عنده، وهيرد غيبتهم لو هم مش موجودين اكتر واعنف ما هو ما هو لو كان موجود هيرد عن نفسه، هيرد بعنف فظيع. ده اكتر موقف على فكره بيبقى برج العقرب عنيف فيه، لو رد غيبة واحد صاحبه، أو رقم اتنين كمان لو عارضته في الرأي. ما بيحبش هو برج العقرب، مش بيحب قوي يتعارض في الرأي، يعني هو شوية بيشوف نفسه هو اللي صح دايما. برج العقرب من أكتر الأبراج، يعني مش أكترها بس أكترهم، من أكترهم تكيفا، يعني المكان اللي هتحطه فيه هيتكيف عليه على طول، هو مرن مش صعب التكيف. قيادي جدا جدا جدا، أحسن حد يلعب دور المدير، وهو لها بصراحة، يعني هو يليق على الدور ده. حد عقلاني بيعرف يفكر بعقله، محتاط شكاك، دماغه حلوة جدا، بيفكر 24 ساعة في 24 ساعة، فهو يعني بيحب دور المدير، ولما يتحط في موضع المدير هينجح فيه. هو محب جدا للتحدي، يحب قوي التحدي، انه هو يبقى ليه هدف، ما يحبش يبقى عايش الدنيا كده وخلاص، لا، عينه دايما على اللي بعد كده، وعينه على المناصب القيادية. وفي التحدي ما تدخلش تحدي معاه لان غالبا انت خسران، ولو يعني ربنا نصفك كده وباحتمال بسيط قوي انت بقيت كسبان، انت هتتمنى ان يا ريتني كنت خسران عشان ما تسمعش رد العقرب وما تشوفش رد العقرب لما يخسر قدامك. ايه كمان ممكن نقول؟ العقرب بير اسرار، تحكي له سرك وانت مطمن جدا. اولا هيقف جنبك وهينصحك بكل شفافيه، هينصحك بكل اخلاص، ومش ممكن سرك ده هيطلع لحد ابدا. طموح 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 جدا، عينه دايما على اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده هتبقى ايه. غامض صامت قامت، مش مفهوم، اكتر الابراج على الاطلاق مش مفهومه، صعب جدا. يعني برج العقرب كده لو انت ضحك عليك الشيطان كده وفهمك ان انت تعرفه، لا، هو امه وابوه ما يعرفوهوش. برج العقرب مش حد واضح جدا، هو شخصية عميقة جدا وشخصية تقيلة جدا، وعلى فكرة ما بيحبش الشخصيات الخفيفة، يعني الشخصيات، هو قلنا ان هو جدع وبيقف مع الحق جدا، وبيصعب عليه الانسان الضعيف، الانسان اللي على سجيته او ساذج شويه، بيصعب عليه جدا ويقف جنبه ويدعمه جدا، لكن ما يحبوش، ما يحبش ده يبقى انتيمه، ما يحبش ده يبقى الانسان المرتبط بيه. لما يرتبط هيدور على عقليه تقيله وعميقه زيه، ما صعب، ما بيحبش السطحيات، العقليات السطحيه
مش بتيجي معايا جدا خالص. برج غيور، غيور جدا، غيور على اولا شويه النجاحات غيره بيبص لها يعني ليه انا ما حققش ده، مش مؤذي، هو مش مؤذي، احنا هنسمع كمان في الجزء الثاني ان هو مش مؤذي ابدا، بس غيور، غيره في الشغل ان هو دايما يعني غيره شريفه في مجال العمل ان هو دايما عايز يتقدم ويتقدم من غير ما يجي على حد ومن غير ما يأذي حد، وغيره كمان على الحبيب، غيور غيره كبيره جدا وعنده حب امتلاك. كفايه لحد كده، هندخل في اصعب شويه برج العقرب، خطوات يعني تحقيق اصعب شويه في شخصيته. الجزء الثاني انتظروني، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب بليز. برج